تقوم السيد والي ولاية أمن بتلاوة كلمة السيد المدير العام للأمن الوطني في الاتصال المشروع. احتفاء بالنساء الشرطيات بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تحديدا لليوم العالمي للمرأة الذي هو مناسبة سنوية لتجديد الشكر والثناء لفئة النساء، يتشرف السيد المدير العام للأمن الوطني أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أطر وموظفي الأمن الوطني من أن يتقدم بأسمى عبارات التهاني وأصدق التبريكات لكافة نساء الأمن الوطني من مختلف رتبهم وأسلاكهم، متمنيا لهن استمرار التألق والسداد وموصول الصحة والهناء ومفور السعادة والعافية. وبهذه المناسبة يطيب السيد المدير العام للأمن الوطني بأن يعبر لكافة نساء الأمن الوطني عن خالص الشكر ووافر الامتنان. وبهذه المناسبة سيتقدم السيد والي ولاية أم تطوان بتقديم شواهد تقديرية للشرطيات العاملات بولاية أم تطوان، لتقدم مشكور. قدم لها الشهادة التقديرية السيد عميد الشرطة الممتاز عثمان أسلمان رئيس دائرة الخامسة. مناسبة اليوم العالمي للمرأة اللي كيصادف 8 مارس، المديرية العامة للأمن الوطني في شخص المدير العام السيد الحموشي وكذلك السيد والي أمن من تطوان كيكرمنا في هذا اليوم العالمي، كيكرم جميع الشرطيات على المجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها، وحنا بالدور ديالنا كنشكروه جزيل الشكر. تخليدا لليوم العالمي للمرأة الموافق ل 8 مارس، وحرصا من طرف السيد المدير العام للأمن الوطني على الاحتفاء بالمرأة الشرطية، فقد تم اليوم الاحتفاء بولاية أم تطوان وبحضور السيد والي ولاية أم تطوان بالقيام باحتفالية تشجيعا وتحفيزا للمرأة الشرطية، وتم تسليم شواهد تقديرية لجميع نساء الشرطيات العاملات بولاية أم تطوان، وذلك كتحفيز وتشجيع لهن من أجل بذل المزيد من المجهودات خلال عملهن اليومي الشرطي. وبهذه المناسبة نشكر السيد المدير العام للأمن الوطني على حرصه ودعمه للمرأة الشرطية، كما نشكر السيد والي ولاية أم تطوان على حرصه وإلائه عناية للمرأة الشرطية خصوصا وللنساء عامة. Thank you.